دشن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منصة إلكترونية تضم أسعار أكثر من 139 ألف صنف معتمد في الجمعيات التعاونية لتمكين الجميع من معرفة الأسعار الحقيقية لجميع الأصناف في الجمعيات. نعم، وستسمح المنصة للمستهلكين الاطلاع على الأصناف المعتمدة في الجمعيات التعاونية من منطلق الشفافية، ويهدف الاتحاد من هذه الخطوة إلى محاربة غلاء الأسعار وزيادات المصطنعة في فروع الجمعيات التعاونية حماية للطبقة المتوسطة والعاملة ودعما للقوة الشرائية. وزارات وجهات الدولة المختلفة تكثف جهودها لتحقيق الأمان الاجتماعي للمستهلكين مواطنين ومقيمين في شتى السبل، وهذه المرة من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الذي دشن منصة إلكترونية لتوحيد ومتابعة وضبط أسعار المنتجات والسلع في الجمعيات التعاونية كافة. منصة الأسعار اللي طرحها اتحاد الجمعيات قبل فترة وجيزة، هذا عمل متراكم صار له فترة احنا قاعدين نشتغل عليه. الهدف منه بكل بساطة هو الشفافية في ان انت تقدم المنتجات الخاصة في الجمعيات التعاونية. اليوم كل سلعة تبي تدخل جمعيات الكويت لابد أنها تدخل عن طريق اتحاد الجمعيات، هذا العملية النظامية. المنصة الإلكترونية تضم أسعار أكثر من 139 ألف صنف معتمد في الجمعيات التعاونية لتمكين الجميع من معرفة الأسعار الحقيقية لكافة الأصناف، وتتيح المنصة للجميع الاطلاع على الأصناف المعتمدة، ومن يجد صنفا مخالفا يقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك. لما أنا أي وأعلن أسعار السلع اللي هي تفوق 139 ألف صنف وتتزايد كل أسبوع في موقع اتحاد الجمعيات، وبلغ الناس أن هذه الأسعار المعتمدة لابد أنتم تشترونها بهالسعر، والناس تي وتطالع وتعرف أن مثلا الصنف المعين يفترض أنه يباع علي أنا كمستهلك في هذه القيمة، يروح يشوف بالجمعية نفسها ويعرف هل هناك في زيادة غير طبيعية لهذا المنتج. الهدف من هذا الموضوع الشفافية، وأن المستهلك يكون هو رغيب ويعرف حقوقه، وبنفس الوقت احنا نسوي مثل عملية توحيد وضغط على جميع الأسواق أن يوحدون الأسعار. اتحاد الجمعيات التعاونية ماض في محاربة غلاء الأسعار والزيادات المصطنعة في فروع الجمعيات التعاونية حماية للطبقة المتوسطة والعاملة ودعما للقوة الشرائية وتحقيقا للأمان الاجتماعي. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.